مع مباراة غير عادية، ونحن معكم الآن في تغطية حية مباشرة من قلب الحدث، حيث الحضور الجماهير الكبير، وفرة النجوم، أشياء كثيرة تجعلنا نتوقع مباراة كبيرة. الشيء الصعب في هذا اليوم الطقس الغائم، ممكن أن نشاهد هطول الأمطار في هذه المباراة، ربما يكون له تأثير على مردود الفريقين. من يحضر المباريات بشكل دائم يعرف هذه الأجواء جيدا، ويعرف جمال هذه المشاهد من هذا الملعب. إذا فاتتك البداية فلا، يحاول أن يسدد الكرة من هنا. يخلص الكرة عن مناطق الخطر. محاولة تمرير كرة. تغيير اللعب على الأجناب. يمر ويلعب كرة بينية، يلعب كرة عرضية، كرة قوية جدا بعيدة عن الكل. يمكنهم الانطلاق في هجمة مرتدة، لمسة بينية، كرة عرضية على أمل، يسدد الكرة، ينجح في إبعاد الكرة، عدت الكرة ويعود بالكرة إلى تسديدة من أول لمسة. كرة إلى الأمام، يفقد توازنه، ضغط قوي وينجح في استعادتها، يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة، الحكم يشير إلى وجود خطأ، ضربة حرة، يحاول أن يلعب كرة بينية. بضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة، يلعب كرة بينية، يحاول تمريرها من بين المدافعين، يلعبها جول للجزائر. كانت اللمسة الأخيرة تدرس. أصبحت النتيجة الآن هدف مقابل لا شيء. ضغط قوي وينجح في استعادتها. نهاية 45 دقيقة أولى، قدموا أداء كبير، لمسات، لمحات كروية رائعة مع الأسبقية في نهاية الشوط الأول. جماهير راضية سعيدة بهذا الأداء، هل ينجحوا في المحافظة بعد ذلك؟ هذا السؤال كبير، هم عليهم أن يجيبوا. فصل آخر من الإثارة، اللاعبون يعودون من غرف تبديل الملابس. هدف يبعثر أوراق المجموعة. يحاول استفادة من زميله في جانب الملعب. يا سلام، مجهود رائع منه، يا له من تحرك جميل. يلعبها طولية، مساحة خالية على الجانب، كرة إلى الجناح، تمريرة لم تكن دقيقة. الهدف جاء في نهاية الشوط الأول، النتيجة 1-0. تمريرة قوية أكثر من اللازم. يتعثر ويفقد توازنه، تحكم مذهل بالكرة، تلعب الكرة إلى الأمام،
سيستلم هذه التمريرة الطولية. كرة طويلة للأمام، الحكم يشير لوجود خطأ ضربة حرة. تمريرة والتسديد، والآن عملية التغيير. النتيجة الآن هي هدفان مقابل لا شيء، واضح جدا للجميع بصراحة مجريات هذه المباراة، تقريبا يمكن القول أنها في اتجاه واحد. إيقاع جميل لعب على الجهة اليسرى، وهذه أخطر كرة في المباراة. هجمة مرتدة الآن، يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. تسديدة في اتجاه المرمى، للحظة كانت قريبة جدا من المرمى ولكنها ضاعت. يمر ويلعب كرة بينية، ها كرة باتجاه المرمى، الله ما أروعك، ينجح في التسجيل. تمهل تأني في الكرة وبعد ذلك أجمل النهاية. أصبحت الأمور مهيئة إذن لنهاية رائعة. يحاول أن يلعب كرة بينية، اللعب السريع، الحكم يطلق صافرته لكن الاحتساب خطأ. مباراة كبيرة مثيرة جدا، حسمها في الأخير الفريق الأفضل. شيء رائع أن تكون جزء من مباراة